سلام ونعمة المسيح مع جميعكم. بصلي من كل قلبي أنه الرب يباركك ويبارك أسرتك ويباركك أيضا ويعطيك سؤل قلبك وهيك تتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. بصلي أنه هذا اليوم يكون مميز في حياتك. بصلي هيك الرب يفتح أبواب أمامك ويسدد احتياجاتك ويباركك من كل ناحية. إلهنا اللي بنعبده إله حي، إله صالح، يتحنن علينا، يترأف علينا، يعرف جبلتنا كما يقول الكتاب، يذكر أننا تراب نحن. مشان هيك أنا عاوز أتكلم عن هذا الرب بعنوان الذي يسمع ويستجيب. نعم، في كتير من الناس في هذه الأيام أصيبت في حالة خذلان بسبب التوقعات الكثيرة، بسبب أمور عم بيشعروا كأنه الله بعيد عنهم، الله مش عم بيسمع ولا بيستجيب صلواتهم. أنا عاوز أشجع كل شخص بيشاهدنا إنه الله حي، الله موجود، الله لا ينسى أي إنسان، الله بحبنا وبيعرف احتياجاتنا وبيعرف طلباتنا وبيعرف حياتنا وبيعرف كمان الأفضل لإلنا. بيعرف إنه مرات إحنا منفوت في أتون النار، بيعرف إنه إحنا منواجه ضيقات وظروف صعبة ومواجهات وتحديات، ومرات الأمور بتكون أكتر من اللازم، نحس كأنه ظهرنا عاوز ينكسر، وكتير مرات بنصل إلى حالة الانحناء الروحي، يعني من كتر الضغط ومن كتر الهموم باجي تأصلي عم بزيد همي وعم بزيد غمي. مع كل هذا الرب حي، الرب موجود، الرب يسمع والرب يستجيب. محتاج تدرك محبة الله إليك. محبة الله غير متغيرة، ما بتتغير مع الظروف أو الزمن. محبة الله غير مشروطة، غير محدودة. مكتوب محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدام لنا الرحمة. محبة الله مش بدون أي شرط، بدون أي قيد، يعني ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. الرب يسمع والرب يستجيب. في مزمور 34 الآية الأولى مكتوب أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. بآية 4 شو بقول؟ طلبت إلى الرب فاستجاب لي، طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. يريد تقرأ مزمور 34، في وعود جميلة جدا لكل محتاج. مكتوب طلبت إلى الرب فاستجاب لي، مش بس يعني أعطاني الإجابة، كل الأشياء اللي مخوفتني، كل الحصون الموضوعة في ذهني، كل التحديات، كل المخاوف، مكتوب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. ثم يقول هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. بحب أقرأ آية تاني مكتوب قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. فإذا هو الذي ينقذ من الشدائد، وهو الذي يحرر من المخاوف، وهو الذي يستجيب الطلبات والاحتياجات. هذا المسكين، تعرفوا لما يسوع ابتدأ خدمته في الناصرة قال روح الرب عليّ مسحني لأبشر المساكين.
وعندما ابتدأ خدمته بالعزة على الجبل قال: طوبى للمساكين بالروح. وهنا يقول هذا المسكين صرخ، يعني المسكين اللي خلاص وصل إلى حالة زيرو، ما عندوش أي شيء، ما عنده إلا شيء واحد ينظر لفوق ويفتح قلبه. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، مكتوب: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. عارف لما بتكرر الآية في حياتك بتتشجع، الله بيملأك بروح القوة والمحبة والنصر، لأن الله لم يعطنا روح الخوف للعبودية، المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة. لكن عندما نأتي للرب باتضاع الروح ونأتي بانسحاق وانكسار أيضا، هذه هي ذبائح الله، روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. خليني أسألك اليوم، شو الجبل اللي أمامك؟ شو المستحيل اللي حاسه مستحيل عم بتواجهه؟ مكتوب: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. هذا كان صلاة أيوب بعد اختبار مرير. الرب يسوع قال: ومهما طلبتم باسمي فإني أفعله. إلى الآن لم تطلبوا شيئا، أطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا. ثم يقول: أطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرأوا اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. من أجل هذا أحبائي إلى الآن لم تطلبوا، كأنه الله بيتحدانا. فهذا المسكين صرخ، ويمكن أنت وصلت لدرجة المسكنة، فعلا كله غيم حواليك وضباب، مش شايف، حاسس انك انت في مستنقع من الوحل، عم بتواجه حرب روحية شديدة على حياتك، اسرتك على وشك الانهيار، اولادك فلت زمام الامر، ما عادش في خضوع او طاعة، ضربات مادية، امور بتواجهها كل يوم في حياتك، وكل ما بتحاول تصلي بتحس حالك كأنك بتنزل وبتغوص في الرمال والأوحال أيضا. شو رأيك اليوم تدرك أولا إنه الله بحبك، شيء تاني تدرك إنه الله موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. شو رأيك إنك تطلب بالإيمان والله بكافئ الإيمان. شو رأيك اليوم تيجي بانكسار وانسحاق وبتواضع، قل له: يا رب أنا ما عنديش أي شيء، أنا برمي كل حملي عليك وبلقي كل حياتي على النعمة، تعال أنت تدخل في ظروف حياتي، تعال أنت اشفي كل ضعف وكل مرض في حياتي، تعال أنت المس أسرتي وعيلتي، تعال حررني من الضربات المادية، تعال اشفيني من كل الصعوبات، وعوض لي عن كل سنين التعب والعناء، واسترد كل مسلوب في حياتي. أنا بسأل في اسم الرب يسوع، وأنا بطلب على حساب ما فعله يسوع، ليس لأي استحقاق فيي ولا لأي شيء صالح فيي، لكن من أجل النعمة، من أجل دمك، من أجل خاطر يسوع المسيح، تعال استجب يا رب. هاي الصلاة برفعها لكل من يشعر أنه في الأوحال، بيشعر أنه بمر في مستنقع، في حرب روحية، في ظروف صعبة جدا، مش شايف الشمس، تعال يا شمس البر والشفاء في أشعتك، في أجنحتك، تعال يا رب المس كل احتياج، اشفي كل مريض، المس كل ضعف، عزي كل حزين، استرد كل مسلوب، عوض عن كل السنين اللي أكلها الجراد، بارك بغنى
يا رب بصلي انك تفيض انهار مياه حيه في داخلنا، وبصلي انك تبارك بيوتنا، تبارك عائلاتنا، وتبارك حياتنا. ابتدي سبح الرب. مكتوب أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه continuously، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. من أنت أيها الجبل اللي تعتبر مستحيل تسير سهلا؟ في اسم الرب يسوع الرب يعطيك سؤل قلبك في هذا اليوم. خبرنا إذا بتحتاج لصلاة، نحب نصلي معك، وشارك هذا الفيديو. ربنا يكون معك.